الرزق في الدنيا فلوسه بس؟ يعني لما بتقول ربنا يرزقني دماغي بتروح فين وقتها؟ الفلوس في الدنيا جزء بسيط جدا، وفي رزق أكبر وأعظم. لو بصيت حواليك هتلاقي ربنا رزقك باللي أعظم من الفلوس، لكن إحنا مش مدركين وفاهمين إن الرزق فلوسه بس. لو عايز تعرف إيه الأهم تعال نسمع الرسالة. السلام عليكم يا أستاذ محمد، أنا سواق على عربية ربع نقل. الحقيقة أنا عاوز أقولك إن أنا كنت فاهم الدنيا غلط، كنت دايما شايف إن رزقي متأخر، بدعي ربنا يرزقني وأقول هي الفلوس اتأخرت ليه، هو ربنا مرزقنيش لسه ليه. لكن بعد حبة تفكير وخبطات كتير جدا في حياتي أدركت شيء مهم لازم أقوله، إن دعوات الغلابة ودعوة أمي اللي هي روح يا ابني ربنا يوقف لك ولاد الحلال هي دي الرزق بعينه. أنا مريت باللي الفلوس ما قدرتش تعمله، لكن ولاد الحلال هما اللي كانوا السند والظهر لي. فاكر الدعوة دي؟ روح يا ابني ربنا يرزقك بولاد الحلال، الدعوة اللي بنسمعها دايما من أمهاتنا ومن الناس الغلابة في الشارع كل يوم الصبح واحنا خارجين من بيوتنا مرورا بالمدرسة والكلية والشغل. بعد كده الدعوة ما اتقطعتش ودايما كانت في وداننا، لكن عمرنا ما فكرنا فيها مرة. هم مين ولاد الحلال؟ ولاد الحلال هم الزاد في الرحلة، هم العكاز اللي بتسند عليه لحد ما تموت. أبطال يمكن مش ظاهرين في الصورة، لكنهم هم أساس حياتنا ونجاحاتنا وتفوقنا وخطواتنا اللي ربنا رزقنا بيها، اللي وقفوا جنبك في بداياتك وعمرهم ما بخلوا عليك بخبرتهم. ولاد الحلال هم مرايتك، الناس البسيطة السهلة اللي ربنا حطهم في طريقك، الناس اللي مفيش حد فيهم خبيث ولا حاقد، الشفافين اللي جواهم زي براهم، اللي ربنا رزق بولاد الحلال في طريقه ومحظوظ وربنا راضي عنه لأنهم سبب في كل نجاح. هم اللي هيفتحوا لك أبواب الرزق، ولو دورت حواليك وشلت الغشاوة هتلاقي ربنا رزقك بيهم. هم حواليك في كل مكان، هم سبب كل حاجة حلوة أنت وصلت ليها. مجرد أنهم حواليك وسندينك ده رزق، غيرك ما دعاش الدعوة دي أو محدش دعاها له، ما ساعدش حد في الدنيا فمحدش ساعده ولا دعاله دعوة حلوة بأن ربنا يرزقه ولاد الحلال. فقبل ناس غمقوا الدنيا في عينه، خلوه قاسي على أهله وعلى حبايبه. فاللي فشل في حياته وعايز يعرف السبب ما يحترش، يبص على اللي كان حواليه وقتها، هيلاقي اللي ضلله واللي جامله واللي كان حمل عليه واللي خان واللي باع واللي محترمش العيش والملح. فلو مهموم وحاسس ان ناقصك حاجة، نعم ربنا كتير حوالينا، ما تحصرهمش بس في الفلوس، دور عليها بعينك وحسها بقلبك. ولو ركزت كويس هتكتشف من نفسك وهتقول ده انا غرقان في نعم ربنا والله. ولما تيجي تدعي او تطلب حد يدعي لك قل له ان ربنا يدعي لك بولاد الحلال، وايا كان هدفك وايا كان طريقك دول اللي هيساعدوك وهيوصلوك. لا الفلوس بس اللي هتوصلك، ولا العربيات ولا الفيلا اللي بملايين، لازم يكون جنبك صحبة صالحة، ناس ولاد حلال، دول هم رصيدك في الدنيا، عصبك اللي بتقوى بيه، الجدر اللي ضارب في سبع أرض ما يهزهوش ريح. ولو كان كل اللي حواليك منهم انت كده ملكت الدنيا، واللي فاضل من حلمك هيكون مسألة وقت طالما في ايد قادرة تشيلك وتسندك. ربنا يطمنا ويرزقنا بولاد الحلال. إلى اللقاء.